يلا يلا نروح نلعب. شو بتسوي؟ يلا نروح نلعب فوتبول. يلا هوب 15 معده بسرعه. ايوه العب العب. فاول على محمد صالح. يلا للاحمر فاول على محمد صالح. في صور في غزه. اخر مره رحنا على غزه في 87 قبل الانتفاضه الاولى. الاحترام بدون شباب الخليل ما له طعم. الامان يعني صراحه ليش؟ لانه جمهوره فكاهه. بدي بس يحكي لنا، سمعنا انه في معتقلين مجموعه من بيت أمر. قضية رياضية ما في فيش عليها قضية أصلا يعني، بس كل هذا الاحتلال وإحنا فلسطينية وإحنا معرضين لأي شيء يعني يصير معنا.